السؤال الثاني، الزواج من كتابية شرطه أن تكون محصنة، والمحصنة معناها العفيفة التي لا يخاف منها الزنا. العادة اللي معروف عنها تقدر تزاني الرجال والله يمكن يقع منها الزنا، ما جائز نكاحها مطلقا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله ما أباح نكاح الكتابيات مطلقا، وإنما أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب. قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.